من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وكذا يا السادة نعيش مع خير حديث لا يمل سماعه، وإلى صوت يترقب عن كل استماع. نعيش بين فرقان الحق والباطل، ومع دستور الأرض والسماء القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أشرف سبحي المالكي القارئ والمقيم بدمي. ندعو له بالتوفيق ولنا وله بحسن الاستماع. سيتفضل مشكورا.
للذي ببكة مبارك وهدى Get down.
في آيات
سيدا ثم قاموا إذا رائيم ومن دخله ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله والناس حج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا تبغون غاب وجدا وأنتم شهداء
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا
Thank you.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون يا وما تبعد وجوه
فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم للفقيه بالرحمة الذي انتقلب من دار الفناء الى دار البقاء. وهذا سنة الله في خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكذا يخوض الايمان والاسلام عشنا في رحاب عزيز تلاوة القرآنية المباركة الذي تلاها على السماء حضرة فضيلة القارئ الشيخ اشرف سبح الملكي القارئ والمقيم بالماي مركز شيبين الكوم وكان معكم ابو توفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية ومع مخازن فراش الكبرى الحديثة ركبت محلات المتوكل على الله إدارة أولاد صائر بالمال. وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.